وفيها ايه؟ دماغنا. اخي على دماغنا يا منجد، علي المرتبة ويعمل حساب الشقلابة. دماغنا دي قلة حياة. الفن يسمو يا اخوانا. يسمو؟ يسمو ايه ان شاء الله؟ الفن يجمع بين الرقي والهلس، واي فن يخلو من الهلس والخلاعة ملوش في الودن عازة يا شيخ زهار. وانت مالك انت ومال الفن؟ بتدافع عنه بصفتك ايه؟ ده انت مهياس افاق كذاب ماجن اشر. اشر؟ اي نعم اشر. وها هو علي بحر قد جاء متطوعا. اين كنت يا موج البحر؟ كنت جنب سور المحبوب بنشوفه وهو في حضن عين حد تاني. كل حاجة حواليهم كانت بتنطق بالحب. والله يا مسكين ستقتل ككلب بلدي بجوار القصر. ندرة؟ ندرة مع مين يا بحر؟ كأن الحب كان مستني الحبايب يا بساطي. كل حاجة كانت حلوة، حاجة واحدة بس اللي ما كانتش موجودة في الليلة دي، نصيبي. ما كانش الحب من نصيبي يا شيخ زهار. واني ايش دراني ان الحب جاي الواحد الحرب جابته من اخر الدنيا علشان يحب حبيبتي. يوسف بيك، ايوه دي تخاريف السكر يا بحر. ازاي البي يحب نادرة؟ انت بس اللي غيار وبتخبص على حالك، بتغير على اصداف وانت ما بتحبهاش رغم انك عارف شغلتها، وبتغير على اللي بتحبها من الاوهام. فوق يا بحر، ايش جاب يوسف لنادرة؟ حسيت يا بصوتي، حسيت من وقفتهم مع بعض ونظراتهم لبعض انه مغرم زي. لا 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 لا، هما نظرة الاكابر كده، انت بس عشان صعلوك شايف الادب حب. ايوه اوصف له معنى الادب يا بتاع يا منجد علي المرتبة، واعمل حساب الشقلابة. شقلابة ايه يا ولد؟